يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، من يقول لا تتكلموا في التوحيد حتى لا يتفرق الناس لأنه يفرق ويشتت الكلمة، فما حكم مثل هذه المقولة؟ نعم، يفرق أهل الضلال، يفرق أهل الضلال وأهل الشرك، ولا يفرق أهل التوحيد، بل يجمعهم أهل التوحيد والمسلمون يجمعهم. أما الكفار والمشركون ومن والاهم، التوحيد يبعدهم، نعم يفرقهم، ونحن نريد أن نفرقهم، نريد أن نفرق أهل الضلال وأهل الكفر وأهل الشرك، ولا نخلطهم مع المسلمين، هذا ما نريده. نعم.